ايه ده كده يا استاذ؟ اقفل تليفونك. انت هنا بتأمن ايه؟ اقفل تليفونك. اقفل تليفونك. خد هنا تعالي. نعم. مين فتح لي ده؟ انا. ليه؟ انا جبته بس عشان الحاج عنده اكتئاب. هو ايه يعني انت هنا بتأمن؟ كل اطلع لي برا كفراوي كفراوي. تعالى لي كده يا حجر يا حنجر. تعالى يا حجر يا حان. هات لي النقطة دي احطه هنا. هو انتوا هنا بتأمنوا المكان ولا بتعملوا ايه؟ لا اطلع. تعالى هنا يا حجر يا حان. قعدوا هنا على الكرسي ده. انتوا بتأمنوا الدار هنا ولا بتعملوا ايه؟ اقعد. انت بتعمل ايه؟ انتوا بتأمنوا الدار هنا ولا بتعملوا ايه؟ ما تضحكش. انت وظيفتك انت جاي هنا بتأمنوا الدار ولا ايه؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا جاي ازور في قالوا لي ان في حد هنا عايز يضحك وقلت اكسب في ثواب وضحكه. انت بتضحك يعني؟ بيقولوا ان انا اصل ضحك في مصر. نبيل ابو نبيل انت بتضحك ليه؟ مفيش اصل ايه؟ بتضحك ليه؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. عايز كباري ايه؟ انت اللي جبته؟ انت اللي جبته؟ اقعد اقعد هنا. انت اللي جبته؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انت اللي جبته؟ ايوه انا اللي جبته. بتضحك ليه؟ هو لما بيبص لي بيضحك عشان الابتسامه فوجئ يا اخيك صدقه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انت بتضحك ليه؟ انا بشاهد عشان اموت سعيد. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. كله نكته ضحكه وما تخلينيش اكون قتلتها على الفاضي. بركشي بركشي. كله نكته اضحكه؟ انت عايز تضحك؟ ما انا هو قال لي هو حزين ومكتئب فانا قلت يعني عليه بكتاب الله وسنه رسوله يعني اقرا قران. كله نكته تضحكه. كله نكته. ما هو مش لازم انا عشان تضحك اقول لك نكته. انت كان يسبيك عربك؟ تتحدث العربيه؟ بركش. ايه ده باكستاني مالكش دعوه بيه. ضحك لي ده. اهلا بيك. ضحكوا. بس انت عايز تضحك الاول لازم انت تكون قلبك عامر بالايمان عشان ضحكوا من غير مقدمات. ضحكوا. بعليلي بعليلي. اوكي صل على رسول الله. الصلاه والسلام. بقول لك اسمع دي. قول لي هقول لك فزوره لو حلتها لي هتبتسم وتبقى سعيد. ليه الدكتور بيدي للمريض بينج؟ تخيل معايا ليه؟ حد عارف؟ ليه الدكتور بيدي للمريض بينج؟ ليه؟ قول كده ليه توقع ليه الدكتور بيدي للمريض بينج؟ يعني لو انت حلتها يعني هتكون سعيد والضحك يطلع من هنا. اقول لك انا بقى ليه طالما انت فشلت تعرفني؟ علشان الدكتور ما عندوش بلياردو. بينج بينج وبلياردو. فانت رادارن. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. عايز اروح الحمام ده ولا ايه؟ مبروخه مبروخه. انت تتحدث العربيه؟ كان يسبيك عربك؟ قول له نكته كمان. يعني هو مش لازم يعني عشان يضحك اقول له نكت. ممكن افرفشه يعني. فرفشه. يعني ممكن في حاجات كتير بتضحك يعني مش لازم النكت. ضحكه. طب يكلمني يرد عليا. كان يسبيك عربي هو يتحدث العربيه؟ كان يسبيك ضحكوا ضحكوا. اوكي يا مش عارف انت من انت عندك كام سنه عشان اعرف انت من جيل اسماعيل ياسين ولا من الجيل الجديد ولا من الجيل القديم. بتحب انت الحاجات بتاعت زمان؟ يا انت لو بتحب اسماعيل ياسين انا اقلد لك اسماعيل ياسين. فاكر اقلد اسماعيل ياسين؟ كان فاكر المشهد اللي هو كان هو وشوش عطيه فبيقول داخل يقول له ايه؟ ايه 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 ايه, إيه. صباحيا مباركة انت جيت ولا الهوى اللي رماه حاجات غريبة والنبي يا شاوشنا. اضحك. ما بتضحكش ليه؟ ما بتضحكش ليه؟ بتفكرني